اهلا وسهلا بيكم اعزائنا المشاهدين. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن موبايل خرافي، موبايل جبار، موبايل هتلاقي فيه كل حاجه، موبايل مش عايز اقول لك يعني موبايل حكايه. الموبايل ده هو الشاومي ريدمي كي 60 الترا او الشاومي ريدمي كي 60 الترا. في الفيديو ده هتعرف كل حاجه عن الموبايل الجبار ده، مواصفاته، مميزاته، عيوبه، سعره، كل حاجه عنه. مش هتخرجوا من الفيديو ده الا وانت عارف كل تفصيله كبيره وصغيره عن الموبايل. متنسناش من اللايك الجميل بتاعكم. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. أول حاجة لو هنتكلم على التصميم، تصميم الموبايل هنا بالكامل جاي من الإزاز وجاي مع فريم من البلاستيك. الموبايل ده فيه مقاومة للمية والغبار بشهادة IP68. وزن الموبايل 204 جرام. الموبايل بيدعم شبكات الفايف جي، مفهوش مكان لتركيب كارت ميموري. الموبايل عندي نازل بتلات ألوان، هو الأسود والأبيض والأخضر. تصميم الموبايل هنا تصميمه شيك جدا ومفيش أي كلام عليه. لو هنتكلم عن الشاشة، فالشاشة عندي هنا من نوع OLED، القياس بتاعها 667 من 100 بوصة، الدقة بتاعتها 2712 في 1220، والجودة بتاعتها فول اتش دي بلس، وكثافة بكسلات 446 بكسل لكل بوصة. معدل التحديث بتاع الشاشة دي 144 هرتز، والسطوع بتاع الشاشة تحت أشعة الشمس أو أقصى سطوع بتوصل له الشاشة دي 2600 شمع، يعني هتقدر تشوف في أي مكان مهما كانت قوة أشعة الشمس فيه، وبتدعم الـ HDR10 بلس والدولبي فيجن. بالنسبة للشاشة دي، شاشة خرافية ومفيش أي كلام عليها. لو هنتكلم على الأداء عندي هنا، فهنتكلم على المعالج. في المعالج من شركة ميديا تيك، هو الدايمنستي 9200 بلس. المعالج هنا معالج ثماني النواة، دقة التصنيع بتاعته 4 نانومتر، يعني موفر للطاقة. المعالج الرسوم اللي فيه هو الإمورتالز G715. المعالج هنا معالج قوي جدا وهيسد معاك في أي حاجة، وهيديك اداء خرافي. اما لو هنتكلم عن سوفت وير او نظام التشغيل، فهو اندرويد 13 مع واجهه شاومي الميو اي 14، ودي احدث حاجه موجوده حاليا في السوق. لو هنتكلم عن الكاميرات، فهنبتدي بالكاميرا السيلفي، وهي كاميرا واحده بس، وهي 20 ميجا بكسل، وبتدعم البانوراما والاتش دي ار، وبتصور معاك فيديوهات لحد 1080. اما الكاميرات الخلفيه فهما 3 كاميرات. الرئيسيه عندك هي 54 ميجا بكسل فتحه عدسه F1.7، وفيها مثبت بصري. التانية 8 ميجا بكسل، ودي بتاعت الالترا وايت. والاخر كاميرا وهي ال 2 ميجا بكسل فتحة عدسة F2.4، ودي بتاعت المقر. هتلاقي فيه هنا معايا فلاش، والكاميرات الخلفية بتصور معاك لحد 4K وفيها مثبت بصري. الكاميرات هتاخد منها اداء مميز جدا سواء الخلفية او الامامية. لو هنتكلم عندي على البطارية، فيها 5000 ملي امبير، وبتدعم الشحن السريع 120 واط. الموبايل ده بيشحن معاك من صفر ل100% في 19 دقيقة بس، فدي حاجة ممتازة. الموبايل عندي هنا هتلاقي فيه سماعات ستيريو، للأسف مفهوش منفذ 3.5 مللي بتاع السماعات، لأن في موبايلات كتير اليومين دول بدأت تستغنى عنه. هتلاقي فيه الـ NFC اللي محتاجينه الفترة اللي جاية، وعندك مستشعر الـ IR عشان تقدر تشغل الموبايل كارمود، وهتيجي تلاقي البصمة تحت الشاشة وفي فيس انلوك. الموبايل عندي هنا فيه معظم المستشعرات موجوده فيه. الموبايل نازل عندي باكتر من اصدار او اكتر من نسخه. اول نسخه هي 256 و12 جيجا رام، تاني نسخه 256 و16 جيجا رام، تالت نسخه 512 جيجا و16 جيجا رام، رابع نسخه 1 تيرا بايت و16 جيجا رام، خامس نسخه وهي ليفل الوحش بتاعهم 1 تيرا بايت و24 جيجا رام، يعني حاجة خرافية، معاك 1 تيرا بايت و24 جيجا رام مع المعالج اللي موجود، هتاخد أداء خرافي. الموبايل ده الرامات اللي فيه من نوع LPDDR5X، والذاكرة UFS 4.0، يعني دول أحدث حاجة موجودة، فهتاخد أداء من الموبايل ده طيارة. عندي هنا نوع الرامات في الموبايل ده LPDDR5X والذاكرة UFS 4.0، ودول احدث حاجه موجوده حاليا في السوق، وهتاخد منهم افضل اداء، اداء طيار. بالنسبه للعلبه بتاعه الموبايل فيها ايه؟ فيها الموبايل والشاحن اللي هو 120 واط، وكابل اليو اس بي تايب سي، وجراب للحمايه، ودبوس لاخراج الشرايط. كده قلنا لكم سعر الموبايل ده الاقل نسخه 360 دولار. طيب ايه هي عيوب الموبايل ده؟ عيوب الموبايل ده مفهوش شحن لاسلكي، مفهوش كاميرا تليفوتو، مفهوش منفذ 3.5 مللي بتاع السماعات، مفهوش كارت ميموري. طب ايه هي مميزاته؟ معالج قوي جدا، شاشة كبيرة وشاشة مميزة جدا، الكاميرات الخلفية او الامامية كاميرات مميزة جدا، عند البطارية بطارية جامدة جدا 5000 ملي امبير مع شحن 120 واط، اللي هي بتشحن معاك من 0 ل100% في 19 دقيقة بس، عندك ذاكرة كبيرة جدا بتوصل ل 24 جيجا، ومساحة تخزين ل 1 تيرا بايت،
عندك بصمة تحت الشاشة، عندك مقاومة المية والغبار، عندك سماعات ستيريو، فالموبايل ده فعلا هيديك اداء جبار. تنسناش من اللايك الجميل بتاعكم، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم فيديو جديد، سلام عليكم.